زهرك. اللي صار مو مقبول يا فرهاد، أصلي دكتورة شاطرة كتير. اللي صار صار، الله ينهيها على خير. ما بقي لي غير شوي لصير رئيس البلدية. البنت شافتك، ما عاد في رجعة. القرار إلك، شو بدك نعمل فيها؟ قتلها مشان ننفذ، بس أخوها شرطي لهيك أخفي جثتها منيح. لازم ما يلاقيها أبداً ويضل الملف مسكر. تمام، تصرف. تمام. بترزعك تركني، أنا ما عملت شي. تركني فرهاد، أنا ما عملت شي. لا تموتني بترزعك، ما دخلني، أنا ما لي زم. اسمعني شوي، شوف أنا، شوف أنا قلبي لسه عم ينبض. لا تقتلني بترجعك، أنا ما بستاهل الموت. بترجعك اتركني فرهاد، أنا ما عملت شي. ناس ما بتولد وهي مجرمة. ما بعرف شو اللي مرقت فيه لحتى نسيت قلبك وصرت بلا رحمة وصار سهل عندك تقتل الناس. دكتورة، برأيك أنا رجال عادي وممكن يمرق عليها الحكي؟ لا تتعبي حالك. طيب معناته عوزني وخلصني، بس أخي جيب رح يجيبك لو كنت تحت سابع أرض. تذكر اسم جيب شينار لأنه رح ينتقم منك، رح يوصل لك وين ما تخبيت، رح يأخذ بتاري حتى لو بعد 1000 سنة يا فرهاد. لسه حابة تكملي حياتك؟ يعني ما بدك تموتي؟ ما بدي أموت فرهاد. شو فيها دكتورة؟ بتعيشي بطريقة واحدة، هي إنه تقبلي تتزوجيني وتصيري مرتي. نحن ما بنلمس اللي من عيلتنا. الموت بإيدك والحياة بإيدك، والقرار إلك. العشق يلي بيحارب ليحقق المستحيل ما بينهزم وما بينتهي. الحب يلي بين أصلي وفرهاد رح يكبر أكتر وأكتر.